السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم أمينة من قناة أمينة حفو صوتي شو. اليوم جبت لكم واحد الأكلة زوينة كتعجب العديد من الناس، وهي عبارة عن مقرونية بمطيشة والبصلة مزينة بالطون والفرماج الحمر. اللي كتعجبو هاد الأكلة وكتحمقونا بالنسبة لوليداتي كتعجبهم وكيبغيوها ديما. اللي كتعجبو هاد الأكلة يتابع معنا الفيديو إن شاء الله، راه مكونات بسيطة موجودة في كل بيت وسهلة وسريعة التحضير. تلاقاو في الفيديو. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم فيديو آخر من الطبخ المغربي. اليوم كما كتشوفوا غادي ندير لكم لي بات بالطون. لهاد الغرض كنحتاجو مقرونية. أنا اليوم اختاريتها على شكل العصوف. كنحتاجو مطيشة ثلاثة ولا أربعة على حساب كل واحد الحموضة اللي كيبغي، واحد بصيلة، شوية القزبر مدلوس مقطعين، التوابل ديالنا. أنا هنا درت في التوابل، درت شوية ديال الخرقوم، شوية ديال سكنجبير، بزار، شوية ديال كمون مليحة على حساب كل واحد الذوق ديالو. أنا كنقلل الملحة والتحميرة ومطيشة ديال الحك لاصو طوماط، وبطبيعة الحال زيت البلدية، حك ديال الطون باش غادي نزينو في الأخير، و طرف ديال الفرماج الأحمر اللي غادي نحكو من بعد. أول شيء كنقومو بيه كنشدو مطيشة كنحكها. انا كنحكها هي والبصله، كنديرها تتقلى مزيان حتى كتقلى. كنضيف عليها التوابل ديالي، كنضيف عليها شويه القزبر والمدنوس، كنزيد الكنور ومطيشه ديال الحك حتى كتبان لي ديك لاصوص بدات كتقال. كنزيد عليها زيت البلديه وكنخليها حتى تطيب مزيان، وكنحطها على جنب. من بعد كنمشي كنسلق المقرونية ديالي. ملي كنسلقها كيوجدوا جميع هاد العناصر، ديك الساعة كنوجدوا باش كنحطوا الطبق وكنزينوه. كما كتشوفوا أعزائي المشاهدين، داكشي اللي قلت لكم غادي نحضرو ونديرو في الكوكوط هو هذا. درت مطيشة حكيتها هي والبصلة، ودرت لها التوابل ديالها، درت شوية القزبر ومعدنوس مقطعين، درت لها صوص طوماط ضامة ديال البنة، وها هما بداو كيعقادو. دابا غادي نزيد الزيت البلدية. ديما كنصبغها بزيت البلدية. صافي، نخليوها واحد جوج دقايق ونطفو عليها. من بعد نمشيو باش نحضرو نسلقو الباط ديالنا على شكل عصوف. كنشطو الطنجرة كنوضعو فيها شوية ديال الزيت، شوية ديال المليحة، وغنخوي فيها الما سخون باش نحطو فيها هذيك المقرونية على شكل عصوف. سمحوا لي. هنا وضعنا الماء سخون كيما قلت لكم، كنزيد واحد شوية ديال الزعتر، شوية ديال الزعتر مطحون. دابا غنرميو الغوصو ديالنا. سمحوا لي حيت خدامة بيد وكنصور بيد. كما كتشوفوا المقرونية ديالنا راه هي في الكوكوط دابا ولا في الطنجرة كتسلق. ملي تكمل السليق ديالها وتاخذ الوقت الكافي ديالها في الطياب، نحيدوها ونتلاقاو هذيك الساعة باش نوريكم شنو غادي نديرو من بعد.
كما كتشوفوا المقرونيه ديالنا ها هي صافي، راه طابت وضعفات في الحجم ديالها. دابا غادي نحيدوها فوق النار ونمشيو نصفيوها. يلا معنا، ها هي دي المقرونيه ديالنا. كما قلت لكم راها طابت وتبارك الله ضعف الحجم ديالها، ودرتها في صفايه صفا من الماء ديالها. ومن بعد غادي ندوزو للتزيين. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين، هذا هو الشكل النهائي ديال المقرونيه ديالنا على شكل غوصوغ. حطيت المقرونيه ديالنا بعد ما تصفات وزدت فوق منها لاصوص، لاصوص اللي صوبت اللي مصوبه من مطيشه والبصله والربيع، وكما قلت لكم قبيله زينتها بالطروفه ديال الطون وشويه الفرماج احمر. بالنسبه للناس اللي كيفضلوا الفرماج احمر في المقرونيه، انا ولادي كيعجبهم الفرماج احمر. ايوا درت هذوك الوريقات ديال الربيع. كنتمنى الاكله ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم بالطريقه اللي كنديرها انا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اعزائي المشاهدين دائما تفاعلوا معنا ورفعوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وما تنساوش ديروا البصمه وديروا لنا لايك باش نحسوا حتى حنا راه كنقدموا شي حاجه زوينه ليكم. شكرا لكم، تلقاو في فيديو اخر مع امينه. مع السلامه.